انتوا لقيتوها؟ انا زمان كنت مصدقك ومصدق تمثيلك، لكن دلوقتي خلاص ما بقتش مصدقك. ملك تعالي هنا، ملك استنى. راح فين؟ معلش انا تعبانه شويه، لو بتحبني بلاش نتكلم دلوقتي. انا عايز افهم انت ليه بتعملي كده؟ انت ما انت واقفه لما اكلمك. تعالي هنا اهو، اقف يا بنت. عايز افهم بالظبط انت ليه بتعملي فيها عايشه ولما بتخرجي بره بتعملي ايه؟ انت بتحاكمني باماره ايه؟ ما قبل ما تحاكمني روح شوف نفسك، روح شوف. وانا اسفه، انا اسفه بابا. ابوس ايدك، ابوس ايدك، بلاش نتكلم دلوقتي عشان خاطر. تعالي هنا اهو. ما هو انا مش هسيبك الا لما افهم. تعمل ايه بره وانت عامله عشقه؟ يبقى اللي شاف عمر صح، صارف البنات وبتمشي مع رجاله. طب ما انت بتمشي مع ستات ومش عاطي حتى الشغال. بقول لك ايه يا دكتور، لما نفسك معلش نتكلم عن العلاقات والماشيه. ها انت ازاي تكلمني بالشكل ده؟ ده انا ابوك. ابوي؟ ابويا بمرت ايه؟ الاب يا حبيبي يعني رعاه، وانت راجل مش فاضي لحد، حياتك يا شغلك يا الستات. انت فاكر محدش دارين باللي انت بتعمله؟ انا طول الوقت عارفه وشايفه وساكته. انت شايفاني وحش كده؟ وحش قوي يا دكتور، قوي. واضح انك انت فعلا تعبانه ولازم تروح المستشفى. عايز تقول عليا مجنونه وتحبسني في المستشفى؟ دي خطه حلوه وسهله قوي، وطبعا بعد كده اي حاجه اقولها هتبقى جنان مش كده؟ خلاص اطلع على اوضتك دلوقتي يا ملك. انا مش ملك، انا عايش كده في الأوضة دي. أنت كنت مع نجيب وأنا كنت هنا، وهنا كنت نفسي فاكر؟ ما كانش قصدي، أنا ما كنتش عايزك تصرخي وحد يسمعك. ما يسمع كان هيحصل إيه يعني لو سمع؟ ماما هتتطلق؟ ما تتطلق، مش أحسن ما تبقى أب قتل بنته؟ أنت شكلك تعبان يا ملك. قلت لك أنا مش ملك. مش عارفة إذا كنت عشق ولا ملك، عشان كده لازم تروح المستشفى، وهناك كل حاجة هتتظبط. بجد يا بابا؟ طبعا يا حبيبتي، هناك هتعرفي إن كل اللي في دماغك ده أوهام. ملك قلت لك يا شيخ.